السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. عندي مدة ما درتش لي فيديو، ما كانش الوقت. والله حاب نطرح واحد الموضوع للنقاش معكم. هادو لي مارشي كوفر، هادو اللي دارتهم الدولة، براسك في كل بلدية دارتها مارشي كوفر، على ما نجحتش. السؤال هذا يبقى مطروح، علاه ما نجحتش؟ جماعه اللي يعرفوا شويه، سورتو هي اللي يجاوب لك صح، اللي يعطيك الجواب، ماشي الاداريين والله سي لي كوميرسون. لي كوميرسون هما اللي يعطيو لك الجواب صحيح. وتاع هذيك زعما بلاصه معينه، ما كاينش منها هنايا، كيما راني هنايا راني في بلاصه اي جيت والله تولى اسمو لاكاروتير تاع لي زيسير، بصح راك تشوفو مغلوق. علاه؟ ما هو ماشي غير هذا اكزومبل بركا، بورتو مخدوم مليح، مخدوم بلا شاربونت ميتاليك. راكو تشوفو ولا شاربونت ميتاليك ساكو تشير، علاه ما نجحوش؟ السؤال هذا سؤال جوهري، شكون يقدر يجاوبنا عليه؟ ماذا بيا نسمع الاجابه تاعكم في التعليقات، لانه تقدر تكون الجواب تاعك يعاون به يلقاو به حل للمشكل هذا. وبارت هو كيما يقولوا الاموال العموميه تروح هكذاك بلا فايده شويه. مع باش هذا اسكو هذا ثاني مارشي والله، مي برسك هكذا كاع. اولا بلاصه مليحه، هاي لاكار مليح، علاه ما نجحوش؟ وماشي مشكل تاع موقع، يعني قلت لكم شفت بزاف سي فري، كاين بزاف لي ما كاين لي البرايس تاعهم عيانين، بصح انا متاكد ماشي مشكل تاع موقع. وهذه هي باسكو كيما يقول لك الاموال العموميه ربما تكون مقدسة، ما تروحش هكذاك برك، لازم تكون في مشاريع ناجحة. أشوف التروطوار كبير عريض، الستاسيون مو كاين، عنده كات فاصات، كيف هذا ما ينجحش؟ كيف هذا لازم ينجح؟ شكرا على المتابعة.